بعض الإخوان لهم الحق في أن يصفونا بالصفة ديال أن المعارضة ضعيفة. علاش ضعيفة؟ ماشي حنا اللي ضعاف، ليس المعارضة بضعيفة، وإنما صناديق الاقتراع هي التي أفرزت هذه المعارضة. فاحنا ما كان عندناش حتى الثلث اللي كتفرض أنه دير دورة استثنائية، بالتالي احنا نقوم بالدور ديالنا المنوط بنا خلال الدورات ديال المجلس، خلال المداولات ديال المجلس، خلال الحوارات ديال المجلس، لكن نرى انه يتم مصادرة حقنا في الكلام، حتى في الكلام هذا داخل المعارضة، معارضة بشقيها عن حزب الاستقلال وعن اخوان الاسرى والمعاصرين، يلا عندنا 16، الاغلبية ب 49. احنا الجدول الاعمال حينما يسطر ديال المجلس يصبح مثابة قرارات، يعني المعارضة ما عندها ما تزيد فيه ولا تنقص فيه. يعني ما يمكنش نقولوا هنا ان المعارضة ضعيفة، المعارضة لا حول لها ولا قوة. وبالنسبة للمسألة ديال الدورة الاستثنائية، هذه هي حصيلة تحصيل حاصل، لأنه ما من مرة بادرنا بأسئلة، وما من مرة كتبنا المجلس، وما من مرة تكلمنا عن مشاكل النقل الحضري منذ 2011، منذ 2010، منذ 2012، حنا كنتكلموا على المشاكل. فدائما في إطار داك الشيء اللي كيجيبوا ديال الملحقات، كنا كنتكلموا على المشاكل، وكنعرفوا بأنه انعدام واحترام الدفتر ديال العقد ديال التدبير المفوض، ما كاينش الاحترام ديالو، مع العلم أنه المجلس رغم التنبيه ديالنا ليه، ما دخلش احتياطات، ما خداش امور استباقيه، رغم انه يتوفر على ترسانه قانونيه في العقد ديال التدبير المفوض، خصوصا الفصل 47 اللي كيعطيه واحد السلطه واسعه لاتخاذ القرار، ولكن رغم ذلك فانه لم يتجاوب لا معنا ولا مع اسئلتنا ولا مع مطالب المجتمع المدني ولا مع مطالب الساكنه ديال القنيطره. فما يمكنناش اليوم نجيب نقولوا المعارضة ضعيفة، المعارضة ماشي ضعيفة، المعارضة تقوم بالدور ديالها المنوط بها. أنا أحمل بصفة إلزامية أن رئيس المجلس هو المسؤول بحكم القانون وعقد ديال التدبير المفوض، لأنه إلا رجعنا غير الفصل 47 من عقد ديال التدبير المفوض كنلقاو عنده سلطة واسعة، وبالتالي كان بإمكانه الزجر، لأنه إذا رجعنا إلى 2011، كان التنبيه ديال المجلس على الحسابات حول تحصيل الضعائر اللي كان فرضها المجلس آنذاك، وما تمش التحصيل ديالها من طرف المجلس، فمن يتحمل المسؤولية؟ إذا المجلس هو الذي يتحمل المسؤولية. أكثر من هذا، عما قريب كان هناك سؤال شفوي، وكان موقف للحكومة، حكومة البلاد، عن طريق لسان الوزير المنتدب في الداخلية، حينما حمل المجلس المسؤولية أمام الرأي العام، لأن المجلس ورئيس المجلس هم من يتحملوا المسؤولية ديال هذه الأزمة الخانقة التي تعيشها مدينة القنيطرة، وخصوصا بالنقل الحضري، ناهيك عن مواضع أخرى سنتطرق إليها لاحقا. أولا غادي لابد أن أبدأ من حيث بديت، حينما تكلمت عن الدورة الاستثنائية، الدورة الاستثنائية لم تكن إلا إشارة لإحراج الرئاسة عن عدم تجاوبها مع المعارضة في طلباتها كدورة استثنائية، كمشاكل النقل الحضري إلى غير ذلك. ثانيا، لكي نتكلم عن الحل، لي المجلس فشلا ذريعا في معالجة أزمة النقل الحضري برمته، باش نكونوا صراحة، ما نبداوش نزيدوا على بعضياتنا، هذا ملف ما كيحتاجش للمزايدات، وعنده التبعات ديالو خطيرة جدا، وبالتالي ما يمكنش أننا نبداو نزيدوا. وأناشد جميع الفاعلين السياسيين والجمعويين إلى غير ذلك بأنه مصلحة المدينة وكرامة المواطن القنيطري أسمى من أي اعتبار كيفما كانوا نوعوه، باش ما نكونوش غالطين، وحنا ما كنزيدوش على مدينتنا وما كنزيدوش على المشاكل. الناس اللي كيسيروا فشلوا، الناس اللي هذه نتيجة ديال الطبيعة لسوء التسيير والفشل الذريع في هذا الإطار هذا. وبالتالي إلى عندنا الثقة الكاملة
في المصالح ديال وزاره الداخليه اللي يمكن لها تدخل وتحل هذا المشكل. والحمد لله التدخل ديالهم الان المؤقت راه هما اللي حالين المشكل، هذا هو الواقع. ما نبداوش ندرقوا وما نبداوش نقولوا شي حوايج اللي ما كايناش، وانما كنقولوا الواقع بانه الان حنا كمجلس فشلنا كاملين. الرئيس فشل فشلا ذريعا. هذه طبيعه ديال سوء التسيير، طبيعه ديال عدم الانصات للمجتمع المدني، طبيعه ديال عدم الانصات للمعارضه، طبيعه ديال عدم الانصات لجميع الفاعلين بالمدينه في هذا الاطار. وبالتالي هالنتيجه الان يتخبط فيها المواطن المقهور، الفئات الهشه. بالله عليكم اليوم الانسان اللي عنده ثلاثه الوليدات ولا اربعه الوليدات كيخرجهم يركبهم في الصباح ب 20 درهم ويرجعوا ب 20 درهم ويوليو يرجعوا ب 20 درهم ورجعوا هي 80 درهم في النهار. واش هو كيصورها؟ وغلاء المعيشه ما كنتذكروش عليه، هذا موضوع اخر. فبالتالي هذا كيبين مره اخرى اننا هاد السياسه اللي دارت ديال هاد النقل الحضري وهاد التواطؤ ديال المجلس، لانه كان كنعايلوا العذر اكبر من الزله. نعالج امر ونستفحل في امر اخر في اطار التواطؤ اللي باين. اعطيني انا كنتكلم مع المواطن القنيطري غير يشوف فيما يتعلق بالفيديوهات ديال السيد الرئيس حول النقل ويشبع. الا كنا حنا كنزيدوا حاشا معاذ الله، ولكن فيديوهات مسجله لا في البرلمان ولا عبر وسائل في اللقاءات ديالو ولا في الفيديوهات ديالو عبر وسائل الاعلام والمواقع الالكترونيه، شوفوا بانه كيف يتكلم عن النقل. وانتم جاوبوا وانتم يمكن لكم تخروا، لانه المواطن القنيطري الحمد لله اليوم هو اصبح صاحب القرار. بالنسبه للعمال ديال الشركه، اولا هذه المقاربه الاجتماعيه خطيره جدا، ونحن ما فاتئنا ننبه ونقص الخطر، لانه لا يعقل. حنا عرفنا كيفاش تحاربت الهنا، وكنا كنطالبوا باش يتزادوا جوج شركات من دخلت الكرامه وكانت الهنا، كنا كنطالبوا باش يدخلوا جوج شركات اخرين ولا ثلاثه. اليوم فاش بغات تمشي الهنا خلات 800 عامل، وعبد ربيه واحد من الناس اللي كنجمع العمال في الغرفه التجاريه باش لقاو حل مع المجلس في 2011 في 2012، لكنه هو فرق العمال، خدا واحد الفئه وفئه شردها. اليوم حنا خايفين على هذيك الفئه، 500 عامله عباد الله، 500 اسره، الاسره العيانه عندها خمسه ديال الدراري، سته ثمانيه ديال الدراري، فين غيمشيو هاد الناس؟ كيفاش غيعيشوا هاد الناس؟ اش غياكلوا؟ هل اللي كاري؟ هل الماء؟ الضو؟ الغلاء ديال المعيشه؟ الناس مقهورين. لا اله الا الله محمد رسول الله. من يتحمل المسؤوليه ديال هاد الناس هادو؟ شكون غيتحمل المسؤوليه ديالهم؟ حنا كنعرفوا التبعات ديالهم. النقل هو الامن في البلاد، النقل هو المعيشه اللي كيمكن الانسان يعيش فيها في امان واستقرار وطمانينه. اليوم حنا ما عندناش هاد الشيء هذا، هذيك الفئه اليوم متضرره جدا، ونذوق ناقوس خطر، وننبه السلطات المحليه والاقليميه، وننبه الراي العام الاخذ الايدي ديال هاد الفئه من المجتمع، لانها فئه مهمه وما نبغيهمش يضروا، لانهم راه عائلاتنا واحبابنا اولاد القنيطره ومغاربه وما نبغيهمش يضروا. صاحب القرار له نفوذ حكومي، صاحب القرار يستعمل الشطط في بالنفوذ ديالو، صاحب القرار لا ينصت الى المعارضه، صاحب القرار لا ينصت الى الشارع القنيطري. فالمجلس عليه الاجتهاد لايجاد حل، ونثق في السلطات المحليه والسلطات الاقليميه ومصالح ديال وزاره الداخليه لايجاد حل عاجل. نزيد اكثر من هذا الشيء، بالنسبه للجماعات المجاوره اللي كان برم معاهم المجلس اتفاقيات ديال تمديد الخطوط، منهم سيد الطيبين، حداده، عمر السفليه، ولاد سلامه، المقرن، بن منصور، سيد محمد بن منصور. هاد الناس راه عندهم واحد الهم هائل من الطلبه ومن التلاميذ ومن العمال اللي كيجيو. اليوم شحال كيخلصوا التكلفه باش كيجيو؟ واللي داروا اتفاقيات عبر المجلس الاقليمي، وهذا الشيء كاين. شكون من يتحمل المسؤوليه؟ هذه راه مسؤوليه جسيمه، حنا عارفين التبعات ديال هذا الشيء هذا، وننبه ونذوق ناقوس خطر. عين من غوتوه، عين من انا بصراحه انا اتكلم وكنتكلم بواحد الحماس، لانه كنشوف
لا إله إلا محمد رسول الله، عينا من غوتوا، عينا من نصحوا، عينا من نكتبوا، عينا نكتب على جرائد، قدمنا شكايات في جل المجالات، بقينا الله سبحانه وتعالى هو اللي كنشكيو ليه، الله سبحانه وتعالى وكنشكيو ليه، كنقولوا اللهم إن هذا منكر، لأن عينا من كتبوا، عينا من نغوتوا، عينا ما كذا، ولكن كنشكيو الله سبحانه وتعالى. وأنا نصيحة أقدمها يا عزيز رباح، وهو أنه أن يقدم استقالته لحفظ ماء وجهه. هذا راه عار وعيب، كنا في بلاد أخرى من غير المغرب، أو في البلاد النامية، في البلدان النامية كان شي وزير كنا قدم استقالته وقع المشكل، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.